فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان صومي للنافلة يجعلني لا أقوم بعملي الدنيوي وكذلك الديني بشكل كامل صحيح لوجود التعب، فهل الأفضل أن أستمر في مثل هذه الصيام في مثل هذا الصيام أو أتركه؟ إذا كان أنك محتاج للعمل، إذا كان أنك محتاج للعمل والصيام يؤثر على عملك، فالأفضل أنك ما تصوم، لأنك محتاج للعمل للأجرة والكسب، الأفضل أنك ما تصوم. أما إذا كنت ما أنت محتاج للعمل فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.